عامل اسمه. ما هي غرامة كانت لفنان آخر؟ ايه جديد كمان مش معروف يعني. أوكي. لنهار تلفنت له بالليل الملحن، قلت له يعني قلت له بدك تتفاجأ. قال لي شو بدك؟ قال لي ميشيل. قلت له انا بدي غرامك، اذا فيك تعطيني اياها انا باخذها، انا بغير هيك ما بدي. ايه وبنفس الليله رجع تلفن لي قال لي ميشيل تفضل غني. مبروك الأغنية. ايه كنت كتير مبسوط اكيد. طب ليه كنت مصر على أغنية غرامك؟ هل هي بتجسد واقع يمكن عم بعيشه ميشيل ولا ما دخل؟ اكيد يعني اكيد انه فيني يكون عم يعيشه وفيني يكون ما عم يعيشه يعني، بس اللي هو الاساسي بالقصه انه انا حسيت الغنيه، انا شدتني بدون ما اعرف ليش يعني. ما بتعرف ليه الغنيه بتشدك، هي انت بقى عم تغني غنيه جبليه بس ما بتكون انت عايشها يعني، صح. بس حسيتها للغنيه، حبيتها، فيك تعطيها من قلبك يعني. كتر خير الله. كم غنيه سمعت قبل لهيدي الغنيه لا اخترت تقريبا؟ عن جد يعني بس 60 70 غنيه. والله كنت مقرر على الغنيه كمان عشان صار مشاكل. يعني كان في غنية أخرى محل غرامك أيضا آخر شيء. يعني كنت حاطط راسي في يعني بدي 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 الغنية، بس كمان لأسباب هون الإنتاج ما قدرت أخذها. هي ناس نتلاقى فيهم. حلو. سكوب هيدي يعني سكوب لا قوي هي جدا. معروف يعني، بس يعني ليك صار في عليها الخبرية، صار عليها تعظيم كتير إنه الغنية كانت لإلي، أخذها الفنان وائل كفوري. حكم أنا القلب هلا يعني عبر أغنية شاشة حكم الجرس القلب. إيه بدي اقول انه لا مش هيك القصه، انا عجبتني الغنيه وكان بدي اياها، لسبب من الاسباب ما قدرنا ناخذ الغنيه، طلعت من نصيب الفنان وائل كفوري، وانا بقولها هلا من كل قلبي مبسوط انه للفنان وائل كفوري مش لغيره. حلو كتير. شو حسيت لما سمعتها بصوت الفنان وائل كفوري؟ اكيد كنت كتير مبسوط يعني، الكل بيعرف انا قديش عم بحترمه وبحبه مزبوط وقدره. مزبوط. ميشو، اغنيه غرامك اللي هي نزلت من تقريبا اسبوعين، كيف كانت اطلاق هيدي الاغنيه؟ وين نزلت وكيف لقيت ايضا صدى الاغنيه؟ اكيد نزلت على يعني 90% من الاذاعات اللبنانيه. هلا بالبلدان العربيه ما كتير نزلت يعني، هلا بنزلها بس ينزل الكليب. وصلت عبر اليوتيوب على البلدان العربيه، ويعني كتر خير الله نجاح. يعني مش ما كنت متوقعه، كنت متوقعه على الغنيه بس بعد مش مختبره قبل، صح، لأنه فانه أول يعني هي غنية. اكيد اول غنيه. عن جد مرسي لكل اللي حبوا الغنيه و كتير مبسوط. مين اتصل فيك وبارك لك بالغنية؟ مين هيك؟ كل الناس اللي بتعرفني واللي معها أرقامي والفانز والقيمين على المنتدى، ويعني حدا من زملائك ومحمد بالأكاديمية شقاوة حبيبي. حدا من زملائك، حدا من أكيد كل الكل الكل بدون حلو استثناء يعني تقريبا. حلو كتير. طيب ميشيل، بدي اقول لك انه عدد من النجوم الصاعدين يلي بيكونوا بحبوا فنان عاده بيتمثلوا فيه وببعض الاحيان بقلدوه. هلا البعض لما سمع غرامك همس، كانه يعني معلي بدي اقولها، كانه رامي عياش اما وائل كفوري. ليه برايك؟ هلا فاجأتني انه رامي عياش، ما بعرف ما يعني كصوت انا هيك انا قالوا لي بصراحه، يعني انا طلبوا مني اقول عن هذا الموضوع. ليك انا ما عندي مشكله انه عم تشبهني برامي عياش بوائل كفوري، هودي ستارز من يعني كاتيجوري. يعني ما عندي مشكله ابدا حدا يشبهني لفنان كبير، نعم بالعكس الي الشرف، بس انه انا بقول لك يعني من ناحيه توزيع على الغنيه، من ناحيه الصوت يعني ابدا ابدا ما بتشبه ستيل وائل كفوري. يمكن انا من اول الاكاديمي كانوا يقولوا لي في من صوتك لرامي عياش. اوكي، ما عندي مشكله، بالعكس اكيد بالعكس يعني، يعني ما يشبهوني بغير فنانين مش واصلين يعني. اكيد 100%. خلينا كمان نمسي بالخير على كل يلي بحبوا ميشو يلي عم بيبعتوا رسائل، اكيد من اهالي تشاد وطن السعوديه. مساء الخير لك. اكيد كل شخص عنده سؤال حابب يطرحه على ميشيل فيكم تطرحوه عبر الرسائل وايضا عبر الاتصالات. كمان فانز تانية يلي بنوجه لها تحية مميزة جدا كانوا عم بيسألوا عنا، يعني كنا حابين اليوم تكون موجودة ولكن عندها أسباب أنا بحترمها أكيد ما حبت تكون موجودة معنا. لا بتضحك. ما عندك تعليق؟ لا ايه اكيد انت بتعرف عندها اسباب تانية يعني، و كلنا على يعني فكرة انا ما عم فيني بوجه لها اتدخل. تحية، أكيد طبعا ايه بوجه لها تحية شفت مميزة، هي أكيد عم بتتابعنا بهاللحظات، بنسلم عليها. ايه اكيد. ميشيل، من أيام قليلة صورت أغنية غرامك على طريقة الفيديو كليب، كيف كان التصوير؟ كتير حلو يعني صراحة، كنت خيفانة بالتصوير. بالتصوير أنا تفاجأت من حالي، المخرج تفاجأ فيه، الكرو كله تفاجأ فيه، إنه عم بعطي
من كل قلبي، والتمثيل كان كثير حلو. نعم. ويعني بين بعض الصور من الميكينج اوف، مبين شوي شو جو الكليب يعني، وعن جد كان جو رائع، يومين كثير حلوين، وان شاء الله ان شاء الله يعني اكيد رح ياخذوا حقهم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. وين كان موقع التصوير؟ قد اخذ وقت كمان؟ اكيد لبنان، بمنطقة سن الفيل وبدبي، اخذ يومين تصوير، كل يوم 15-16 ساعة وهيك. طيب شو كان موضوع السيناريو؟ له علاقة بالحب؟ اكيد اكيد. ليك انا يعني انا بفكر بشغلي بهذا بالكليب، انه الغنية منا هينة، لانه فيها جوين، فيها جو اذا بدك شوي حزين، هي العتب وعم بتلوم مزبوط. الحبيب، ما بتقول اني عم ضحي وما بتشوف نظره بعيني عتبانه عليك، فيها بارت فرح كثير وغرام وحب وانتقام حلو يعني كثير. هيدا منا سهل توفق بين هالجوين بالغنيه بالكليب وتقدر توصل الفكره يعني للمشاهدين. مزبوط. يعني كانت صعبه شوي، بس يعني تمت على اكمل وجه الحمد لله. امتى معقول نشوفه للكليب؟ يعني لازم بعد شي 10 ايام ان شاء الله. ان شاء الله يمكن اكيد على المؤسسه اللبنانيه للارسال، بما انه اكيد ستار اكيد يعني سيستم. اكيد، لانه هن من اكثر الداعمين يعني، ووجه لهم تحيه اكيد وميرسي كثير، واكيد على الجرس يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا ميشيل، بتعتقد كل نجم بده يشق طريقه نحو الفن لازم يصور اول اغنيه ككليب؟ شوف، في بعض الاغاني مش ما بتحتاج للتصوير، بالعكس الكليب بينزع الغنيه، بينزع الغنيه. في كثير اغاني ما بحب سمي كنت حبها بلا الكليب، مع الكليب بطلت حبها، بس لا بعتقد غرامك كان بدها، وخاصه يعني خاصه فكره الكليب بكره بتشوفوها يعني كثير مهضومه مع الغنيه يعني، انا ان شاء بعتبر الله انه غرامك كان بدها يعني. ان شاء الله. لكن بانتظار 10 ايام لنشوف هذا الكليب. كمان كتار عم بيباركوا لك بالغنيه وبالكليب. في حدا عم بيقول لك هل صحيح انه اللقب كان لك او لبسمه لفنكم بس تم؟ ما بعرف، تم مقطوع الرساله. انا شفته قبل المسج، تم شيء تجييره تجييره لعبد العزيز. لا مش مزبوط، ما عندي اي فكره عن هالشيء، بس هلا حنحكي بهذا الموضوع، موضوع أكيد. ستار اكاديمي كمان. مشروع زواج في حدا كان ان شاء الله. في حدا عم بيسالك اي متى عيد ميلادك؟ 10/10 10/10 88. ايه نفس السنه اللي انا خلقان فيها، بس انا اكبر منك. ميشيل، من بعد أغنية غرامك شو عم بتفكر تعمل؟ سؤال قوي. هلا أنا كنت كان بدي بلش حضر غنية تانية، أنت بتعرف من مين يعني، مش أكيد ما بنسمي هلا. مزبوط. بس يعني صار معي شوية مشاكل بالإنتاج، كمان رح أجل شوي، بس يعني إن شاء الله خير. ما بعرف مبدئيا يعني كان في سينجل تاني طب خلينا نغني مقطع من غرامك فينا؟ أكيد. يلا. غرامك عايش فيي، ما حدا بياخد محله، أنا عمري إلك صدق، أنا قلبي شو بعمله، ما بلومه مش ذنبه، بحبك بحبك، ما بيقدر يتخبى، بيهرب مني لقلبك. اسم الله عليك، اسم الله عليك. اسم الله عليك. على امل ان شاء الله اكيد هيدي الغنيه تحصد النجاح اللي حصدته باول فتره، ولكن ان شاء الله اكيد بعد الكليب باذن الله بتحصد النجاح اللي بتستاهله. هيدي الاغنيه الحلوه كثير. كنا عم نحكي عن موضوع الانتاج، كنت عم بتقول لي انه في كانه لمست انه في عقبه الانتاج. نحن بنعرف انه ايد وحده ما بتزقف. احكي لي على شو مراهن انت لتنجح ميشيل؟ شوف، الانتاج بالنسبه للفنان يعني خاصه باول طريقه من يعني اهم عامل